مرحبا بكم في أفضل قناة لتعلم اللغة الإنجليزية. هذه من بين أهم العبارات الأكثر استخداما. هيا لنبدأ. فنقول أعلمني بذلك. نقول بالإنجليزية Let me know. Let me know. Let me know. أعلمني بذلك. Let me know. كيف نقول أعمل لي معروفا أو قدم لي معروفا أو خدمة؟ نقول Do me a favor. Do me a favor. Do me a favor. لاحظ هنا كيف نقول لشخص احذر أو احذري، يعني انتبهي. نقول يمكن استعمال هذه العبارة، نقول Watch out. Watch out. Watch out. احذر أو احذري. Watch out. آمل ذلك. عندما تقول لي شيء أقول لك آمل ذلك. I hope so. I hope so. I hope so. كيف نقول الوقت ينفد؟ ليس لدينا الوقت. الوقت ينفد. Time is running out. Time is running out. Time is running out. الوقت ينفد. Time is running out. فنقول لا بأس به. عندما تقولي لي فكرة أقول لك لا بأس بها أو لا بأس به. يمكن أن نقول It's not bad. It's not bad. It's not bad. لا بأس بها أو به. It's not bad. كيف نقول تعال معنا؟ تعال معنا في حفلة أو في عشاء. Come along. Come along. Come along. تعال معنا. Come along. هذا مثير للاهتمام. قول That's interesting. That's interesting. That's interesting. هذا مثير للاهتمام. That's interesting. ضعي حزام الأمان. مثلا عندما تركب معي في سيارة أقول لك ضع حزام الأمان أو ضعي حزام الأمان. انتبهوا لهذه الجملة. Fasten. لا ننطق فيها حرف تي في الكلمة الأولى. لا نقول fasten، نقول fasten. Fasten يعني أربط أو ضع. Your seat belt. Seat belt تعني حزام الأمان. Fasten your seat belt. Fasten your seat belt. ضع أو ضعي حزام الأمان. Fasten your seat belt. كيف نقول هذا لا يهم؟ مثلا عندما تقول لي فكرة أو تقول لي شيء أقول لك هذا لا يهم. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. هذا لا يهم. It doesn't matter. كيف نقول الأمر متعلق بالوقت؟ عندما تعطيني مهام أقول لك هذا يأخذ الوقت. الأمر متعلق بالوقت. It's about time. It's about time. It's about time. الأمر متعلق بالوقت. It's about time. لقد فزت. كيف نقولها؟ لقد فزت في مباراة مثلا. I won. انتبهوا لا ننطقها won فإنها تنطق won. مثلها في النطق مثل رقم واحد في الإنجليزية. نقول won. I won the match مثلا. فزت في المباراة. I won. لقد فزت. كيف نقول المكان قريب من هنا؟ مثلا عندما تبحث عن مكان معين أقول لك المكان قريب من هنا. It's near here. It's near here. It's near here. المكان قريب من هنا. It's near here. هذا سهل. كيف نقولها؟ نقول It's easy. It's easy. لا نقول easy فإنها تنطق طويلة قليلا ما. Easy. It's easy. هذا سهل. It's easy. أنت تسرع. نقول You're looking sharp. You're looking sharp. You're looking sharp. أنت تسرع. You're looking sharp. لدي فكرة جيدة. كيف نقولها؟ نقول I have a good idea. I have a good idea. I have a good idea. لدي فكرة جيدة. I have a good idea. هل أستطيع استخدام قلمك أو قلمك؟ نقول may. انتبهي أو انتبهوا لنطق هذه الكلمة الأولى. may لا نقول my.
May I use your pen? May I use your pen? May I use your pen? هل أستطيع استخدام قلمك؟ May I use your pen? حان وقت الذهاب. لقد تأخرنا. نريد الذهاب إلى المنزل. حان وقت الذهاب. نقول It's time to go. It's time to go. It's time to go. ضعها أرضا أو ضعها فوق الأرض. مثلا عندما تأخذ شيء في يدك أقول لك ضعها في الأرض أو على الأرض. Put it down. Put it down. Put it down. Put it down. ضعها أرضا. Put it down. اليوم هو يوم الأحد. It's Sunday today. إنه يوم الأحد. مثلا نريد الذهاب إلى مكان ما أقول لك اليوم هو يوم الأحد. هيا لنذهب. It's Sunday today. It's Sunday today. اليوم هو يوم الأحد. It's Sunday today. عليك النوم. يعني إنه وقت النوم. يجب عليك أن تنام. عليك النوم. You should sleep. لا ننطق حرف ال في كلمة should. نقول you should sleep. You should sleep. عليك أو عليك النوم. You should sleep. من يدرب الفريق؟ مثلا فريق كرة القدم. من يدربه؟ نقول who coaches the team. Who coaches the team? Who coaches the team? من يدرب الفريق؟ Who coaches the team? اشتريته بالأمس. مثلا قلت لي أين ذلك الشيء؟ هل اشتريته؟ أقول لك اشتريته بالأمس. I bought. هنا استعملنا bought ماضي لفعل buy. I bought this yesterday. I bought this yesterday. I bought this yesterday. اشتريته بالأمس. نقول I bought this yesterday. كيف نقول كن حذرا؟ انتبه. Be careful. Be careful. Be careful. كوني أو كن حذرا. Be careful. يا لها من صفقة جيدة. عندما تكون صفقة أعمال أو شيء نقول What a good deal. Deal تعني صفقة. What a good deal. What a good deal. يا لها من صفقة جيدة. What a good deal. فنقول لقد خسرت وظيفتي. I lost. I lost تعني خسرت. My job وظيفتي. I lost my job. I lost my job. خسرت وظيفتي. I lost my job. أنت شجاع جدا. أو نقول أنت شجاعة جدا. You are very brave. انتبهوا لنطق الكلمة الأخيرة. Brave. You are very brave. You are very brave. أنت شجاع جدا. You are very brave. تعال معي. كيف نقولها؟ تعال معي. Come with me. Come with me. Come. انتبهوا لكلمة come. تنطق حرف الأو في الكلمة come. لا نقول come. Come with me. Come with me. تعال معي. Come with me. ساعدني أرجوك. Give me a hand. ساعدني. نقول give me a hand. hand تعني يد ولكن نقصد بها هنا المساعدة. Give me a hand. Give me a hand. ساعدني. Give me a hand. لما لا؟ لما لا؟ مثلا عندما يقول لي شخص شيء ما أقول لك لما لا؟ Why not? Why not? Why not? لما لا؟ Why not? فنقول الأمر لا يستحق. يعني لا يستحق عناء وتفكيرا. نقول باللغة الإنجليزية It's not worth. انتبهوا لنطق هذه الكلمة. هناك من يجد صعوبة في نطقها. Worth. Worth. لدينا TH في الآخر تنطق ث. Worth it. It's not worth it. It's not worth it. الأمر لا يستحق. It's not worth it. هل أنت متأكد أو هل أنت متأكدة؟ نقول Are you sure? Are you sure? مثلا عندما أقول لك شيء مهام معين وتقوم به وأقول لك هل أنت متأكد من القيام به؟ Are you sure? Are you sure? تعني هل أنت أو هل أنت متأكدة؟ كيف نقول هذا منزل لي؟ This house is my own. This house is my own. This house is my own. هذا المنزل لي يعود لي. نقول This house is my own. كيف نقول أنا أحب المثلجات؟ انتبهوا هنا لهذه الجملة سأشرحها بشكل جيد. I like ice cream. المثلجات.
هنا لا يمكن أن نضع آيس كريم في الجمع نقول آيس كريمز، ليست صحيحة، لأن آيس كريم لا يمكن عده. I like ice cream يعني هنا نتحدث عن الجمع. I like ice cream. I like ice cream. أنا أحب المثلجات. I like ice cream. ذلك لا شيء أو ذاك لا شيء. It's nothing. انتبهوا لنطق هذه الكلمة الأخيرة. Nothing. حرف الأو هنا لا نقول no، فإنها نقول no. Nothing. It's nothing. It's nothing. ذاك لا شيء. It's nothing. هل أنت أو هل أنت آتية معي؟ Are you coming with me? Are you coming with me? Are you coming with me? هل أنت آتي أو هل أنت آتية معي؟ Are you coming with me? قول أنا في غاية الجوع، يعني أحس بجوع بشكل كبير. I'm starving. I'm starving. يمكن أن نقول I'm hungry، لكن عندما أقول I'm starving يعني في غاية الجوع بشكل كبير. I'm starving. I'm starving. أنا في غاية الجوع. I'm starving. أشعر بالبرد. I feel cold. I feel cold. I feel cold. أشعر بالبرد. I feel cold. هو مجرد طفل، يعني عندما يفعل شيء طفل صغير نقول هو مجرد طفل لا يعرف شيء. He is just. انتبهوا لنطق هذه الكلمة فإنها تنطق just. A child. He is just a child. He is just a child. هو مجرد طفل. He is just a child. صنعتها بنفسي. مثلا عندما تقوم بصنع كعكة وتقول لي أنا صنعتها بنفسي، لم أشتريها. I made it myself. I made it myself. I made it myself. صنعتها بنفسي. I made it myself. سأتفقدها. مثلا عندما تقول لي أين هي حقيبتك أو تفقدها إذا كان يوجد فيها شيء، تقول لي سأتفقدها. I check it out. I check it out. هنا اختصار لي I will check it out، يعني يمكن أن نقول I will check it out. سأتفقدها. I check it out. كيف نقول كيف تسير الأمور في حياتك؟ How are things going? How are things going? How are things going? كيف تسير الأمور؟ How are things going? كيف نقول إذا لم تتعب أو تتعبي فلن تجني شيئاً؟ No. انتبهوا لنطق هذه العبارة فإنها مهمة جداً، نستعملها بشكل يومي. No pain. A pain. لا نقول pin. No pain. نقول no pain. No gain. No pain. No gain. إذا لم تتعب أو لم تتعبي فلم تجني شيئاً. No pain. No gain. كيف نقول هذا مخالف للقانون؟ مثلا عندما تمشي بسرعة كبيرة بسيارة أقول لك هذا مخالف للقانون. نقول It's against. It's against the law. The law تعني القانون. It's against the law. It's against the law. هذا مخالف للقانون. It's against the law. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتواصل بكل ما هو جديد.